أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بأن الحكومة تولي اهتمامها بكافة المناطق والمحافظات وتراها دائرة واحدة من حيث تساويها في التنمية والتطوير وتحقيق متطلبات المواطنين فيها. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح اليوم سعادة الدكتورة سوسن محمد كمال عضو مجلس النواب، حيث رفعت لسموها شكر أهالي المنامة على توجيهات سموه بتطوير الأبنية التراثية والأماكن التاريخية في المنامة، ومنها إعادة بناء جامع الشيخ قاسم المهزع وتطويره بما يحفظ له مكانته التاريخية ودوره الديني. ونقلت إلى سمو رئيس الوزراء تقدير أهالي دائرتها وشكرهم البالغ على ما يوالي به سموه بذله في سبيل تطوير المناطق وتلبية احتياجات المواطنين الخدمية فيها. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة تولي أولوية في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والإسكان ورفع مستوى معيشته، مشيرا سموه إلى أن الحكومة حريصة على توثيق التعاون مع مجلس النواب وتعزيز دوره الرقابي والتشريعي. وقد أعربت سعادة الدكتورة سوسن محمد كمال عضو مجلس النواب عن شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم سموه المتواصل لكل ما من شأنه تعزيز آفاق التعاون الحكومي البرلماني بما يخدم الحياة النيابية والمسيرة الديمقراطية ويحقق المزيد من المكتسبات الوطنية.